من الوطن السيسي يجتمع مع وزير الزراعة للاطمئنان على نتائج جولته الأوروبية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير استعرض نتائج زيارته لكل من المجر وهولندا وإسبانيا للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية المتطورة ومزارع تربية الماشية وإنتاج اللحوم والألبان. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق المشروع القومي للغذاء الذي يشمل إنشاء 100,000 صوبة زراعية وتربية 1,000,000 رأس ماشية. ونوه وزير الزراعة إلى أن الوفد عقد عدة لقاءات مع المراكز البحثية والشركات التي تعمل في مجال تصنيع الصوب الزراعية والمستلزمات التكنولوجية